السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات. برحب بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد، حلقة بسيطة جدا النهاردة، موضوع بسيط جدا بعنوان اليوم أفضل من الأمس. هقول فيهم كلمتين صغيرين، ربنا يجعل فيهم البركة إن شاء الله لكل مستمع ومستمعة بإذن الله ويجزينا الخير. إذا قارنت نفسك بغيرك تعبت، وإذا قارنت نفسك بأمسك نجحت، فطوبى لمن كان يومه أفضل من أمسه. كده خلصت حلقتنا، كلمتين صوت جدا نبدأ بيهم يومنا إن شاء الله، وأشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد وفكرة جديدة. واللي عنده أي مشكلة أو عنده أي موضوع ياريت يكتب لنا كومنت ونتناقش فيه مع بعض، واللي مش مشترك في القناة يشترك لأن ده هيسعدنا وهيشجعنا إن احنا نستمر في تحميل الفيديوهات والمواضيع الجديدة إن شاء الله. كان معكم الفقير إلى الله المهندس أشرف أسامة من قناته المتواضعة على اليوتيوب، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.